النهاردة إن شاء الله هتكلم على موضوع يعني مهم في ضبط السكر، والحقيقة مش ضبط السكر وبس، إحنا كفيزيشن لما بنعالج عيان مش بنعالج أرقام. ففي حاجة اسمها تيلورينج أو نيفرزيشن أو بيرسوناليزيشن، بمعنى إن كل عيان غير التاني، ولو كان كل عيان غير زي التاني كان كلية الطب بقت 6 شهور، كنا دخلنا بقى خرجنا من باب التاني على طول، بقت سهلة جدا. ما كل عيان غير التاني ده لو التيلورينج اللي هو البيرسوناليزيشن اللي هو الاندفيدواليزيشن اللي هو بيسميه الكي وورد اللي هو مفتاح السر، أو اللي هي آخر واحدة اللي هي دي. إيه كلمة السر بقى في الموضوع؟ اللي هو الاندفيدواليزيشن أو التيلورينج. التيلورينج او الانفيرزيشن في الدايابيتك او حتى النون دايابيتك بيشنت، لازم نحدد التارجت اللي انا عايز اوصل له. يعني مثلا ما اجي اقول في بلاد بريشر، انا عايز عندي تارجت عايز اوصل له، تمام، عايز اوصل لكذا على كذا، تمام. طب في السكر انا عايز اوصل لتارجت ايه؟ هو التارجت ده زي هنشوفه دلوقتي الاي دي اي قالت ايه، لكن التارجت ده مش حاجه مقدسه، يعني كل عيان غير التاني. مثلا في الافرج التارجت 7 هيموجلوبين اي 1 سي زي ما هنشوف، لكن تفرق في عيان اقدر اوصل ل 6.5 و6 وفي عيان اوصل ل 8.5. فالاول في الانفيزيشن هو التارجتنج، بعد كده انفيزيشن بالنسبه للدراجز. في عيان يجي يقول لك اكتب لي احسن دواء، انا يهمنيش انا معايا فلوس انا احسن دواء، مفيش حاجه اسمها احسن دواء. يعني ايه احسن دواء؟ تمام، البيست دراج هو البيست دراج فور ذيس بيشنت ات ذيس تايم، يعني هو في الوقت ده محتاج ايه. ممكن بعد شويه يبقى الدراج ده مش مناسب له، ممكن المناسب له مش مناسب للتاني او الثالث. فده موضوع محاضرتي النهارده، الانديفيدواليزيشنز او ان انا بعمل بيرسوناليزيشن او بعمل حاجه بنسميها تيلورينج. الهوليستيك ابروتش اللي هو المانجمنت الشامل تايب دو ابيش. قبل ما نتكلم على المانجمنت نشوف مين هو شوت كير. الحقيقه احنا ان شاء الله يعني ده طبعا ده الدايليما بتاع تايب 2 دايابيتس، ان عيان الدايابيتك ده غالبا جزء من الميتابوليك سندروم وغالبا هايبرتنسيف وديسليبيديميك واوبيز، والكومن سكوز اوف ديث هو الكارديو فاسكولار كومبليكيشن سواء المايكرو او الماكرو انجيوباثي. ان شاء الله احنا في البلان بتاعنا باذن الله هنتكلم هنشتغل على حاجه اسمها ورك شوب بالتعاون مع النقابه برضه، وهنروح لكل يعني المراكز وهنبدا نعمل نشوف مين خشت كير فور ذا دايابيتك بيشنت، وهنبدا ندعوهم معانا في الورك شوب. البرايمري كير فيزيشنز، الدايبيتولوجيست طبعا، الاندوكرينولوجيست، بتوع الدايتيشنز، بتوع الاوفثالمولوجي، الفاسكولار سيرجري، الكارديولوجيست، الفارماسيست، بتوع المينتال هيلث، يعني بتوع السايكاتري دول مهمين، لان طبعا انا مش عارف احمد عبد المقصود جه ولا لا، كانت رسالته على سايكاتريك ديس اوردر في الدايبيتيك بيشنت، وده موضوع كبير الحقيقه، وده اللي بنخلي الحاجات ويتش اوف ويتش بقى، هل هو الدايبيتس اللي بيعمل ولا السايكاتريك ديس اوردر هي اللي بتعمل، الانسايكوتيك دراج والانتي ديبريسنت، القصه دي. فده برضو مدعون معانا ان شاء الله في البلان بتاعنا السنه الجايه دي كلها، هنتكلم هنعمل ورك شوب مع الناس دي كلها. طيب احنا نيجي بقى للتارجت. احنا بنقول اما نيجي نعالج في التايب 2 مفيش علاج تايب 2 من غير لايف ستايل، مفيش الكلام ده كل الناس قالته. يعني لو تايب 1، تايب 1 ده مختلف شويه، لان تايب 2 لو مش هعمل لايف اكسرسايز، هعمل لايف ستايل بروجرام، وهعمل اكسرسايز، وهعمل دايت كنترول، وهوصل للايديال بودي ويت، وهوقف السجاير، كل الكلام بعد كده قضى ملوش اي قيمه. طيب نيجي بقى للتارجت اللي احنا بنتكلم عليه. في الافرج انا عايز الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعها اقل من 7، وفي الافرج انا عايز البري براندير انكلودنج الفاستنج من 80 ل 130، والبيك بوست براندير ما زادش عن 180. في ناس بيختلف عن كده وفي ناس هنختلف، يعني مش كل الناس لازم كده زي ما هنشوف. التايب 2 دايابيتس ما هوش ضبط سكر بس، ضغط ووزن وايه لايبوجرام اند سو اون. لما اجي مثلا للكوليسترول فور اكزامبل، يعني طبعا الكلام كتير بس ده مش موضوعنا النهارده، لكن كل عيانين التايب 2 دايابيتس الا اكسبشن بسيط اللي هم اقل من 50 سنه وبقى لهم اقل من 10 سنين عندهم سكر، دول اسمهم مودريت وما عندهمش اذر ريسك فاكتور ولا تارجت اورجان دامج ولا مانيفست اثيروسكليروسيس، دول اسمهم مودريت ريسك. يعني عيان متنقيين قوي، يعني عيان سكر اقل من 50 سنه بقى له اقل من 10 سنين عنده سكر، وعيان بقى ما عندوش لا اوبيز ولا هايبرتنسيا ولا ديسليبيديميك ولا ولا ولا، تمام، ولا عنده اذر ريسك فاكتور، ده مودريت ريسك. ده قليلين، لكن معظم التايب 2 دايابيتيك بيشنت هاي ريسك جروب. طب لما اقول هاي ريسك جروب
اللي هو عيان دايابيتك بقى له اكتر بقى من 10 سنين بس ما عندوش اذر ريسك فاكتور ولا تارجت اورجان دامج ولا مافيس اثيروسكليروز ده هاي ريسك لازم ال ال دي ال اقل من 100. يعني في معظم تايب 2 دايابيتك بيشنت هتلاقي ان لازم نوصل ال دي ال اقل من 80 لو من 100. لو العيان معاه اذر ريسك فاكتور ده الغالب يبقى اقل من 70. لو معاه بقى اثيروسكليروتيك كومبليكيشن جاله كرونري جاله سيريبرال جاله بريفرال جاله ستروك اقل من 55 يبقى لازم احدد التارجت بتاعي برضو لللايبوجرام. الترايجلسرايد 150 بس دي عليها كلام مش هندخل فيها دلوقتي. الاتش دي ال جندر ريليتد لازم يكون ال دي اتش دي ال كوليسترول ان ميل اكتر من 40 وفي ميل اكتر من 50 بس للاسف احنا ما عندناش ادويه قوي بتغير في الاتش دي ال. الاتش ال ده لايف ستايل وله علاقه عكسيه مع الترايجلسرايد فده قصه لوحدها. البلاد بريشر 130 80 يبقى لابد ان العيان ده اهو يبقى لازم التارجت بتاعي بالنسبه ليه مش بس للسكر بس للاذر بارامترز اوف ذا ميتابوليك سيندروم. طيب هنمشي مع بعض شويه كده لكن ستيل ان احنا هنفوكس النهارده برضو على الجلايسيميك كنترول. يعني احنا في المقدمه الاولانيه دي تايب 2 ما هوش سكر بس التايب 2 منظومه متكامله ولها تارجت تمام لكن هنفوكس النهارده اكتر على الجلايسيميك كنترول تمام. مهم مهم طبعا محدش قال مش مهم. طيب اليو كي بي اس ستادي احسن ستادي اتعملت بقى بروسبكتيف وفتره طويله وقعدت 20 سنه واثبتت العلاقه من التايل جلايسيميك كنترول في الناس اللي كانوا انتنسيف ارم عن الناس الكونفنشنال يعني الناس اللي خدوا ميتفورمين بس عن الناس اللي خدت سلفونايل يوريا ده اللي كان موجود اياميها يعني الكلام ده درس بدات 87 والناس اللي بياخدوا انسولين وقارنوهم بعد 10 سنين وعملوا اكستنشن بعد كده. الناس اللي عملوا تايل جلايسيميك كنترول قارنوهم بالناس اللي هم ما كانوش انتنسيف ارم يعني شافوا المايكروفاسكولار كومبليكيشن وشافوا الماكروفاسكولار. المايكروفاسكولار انتوا عارفين هما ثلاثه النيوروباثي والريتينوباثي والنيفروباثي وشافوا الاثروسكليروتيك كارديوفاسكولار كومبليكيشن كورونري وسيريبرال وبريفرال وكده. توقعوا او لقوا بعد شويه ايه مين اللي بياخد بنفيت اكتر من التايج جلايسيميك كنترول المايكروفاسكولار. طيب اللي هو 37% يعني كل ريدكشن هيموجلوبين اي 1 سي 1 بيقلل المايكروفاسكولار كومبليكيشن ب 37. لو جيت بقى للاثروسكليروتيك كارديوفاسكولار 14% ايه الفرق ليه؟ لان الاثروسكليروتيك كومبليكيشن دي بيعها اذر ريسك فاكتور يعني اللي بيحصل فيها مش السكر بس هو الايه الفاكتور الوحيده السول فاكتور هوتش ديتيرمنت ذس كومبليكيشن لا اللي بيتحكم فيها برضو الهايبرتنشن والديسليبيديميا والاوبيزيتي اند سو اون. لكن التايج جلايسيميك كنترول لوحده كافي ان هو يقلل او يمنع المايكروفاسكولار كافي يبقى بالتالي ستيل جلايسيميك كنترول ده شيء مهم سواء ان انا بتكلم على المايكروفاسكولار او الماكروفاسكولار كومبليكيشن. نكمل برضو موضوع محاضرتنا دي الاوبتيمم مود فور تايب 2 دايابيتيك بيشنت بمعنى اما اكتب روشته طبعا احنا دورنا بقى تعليمي اكتر لازم في فاكتور بتحكمني قبل ما اكتب الروشته وبعد ما اكتب الروشته. انا قبل ما اكتب الروشته انا خلاص قررت اكتب روشته للعيان اول حاجه هكتب درجه اهو اول حاجه ما يكونش الدرجه كونترا انديكيتد يبقى لازم اكون دارس قوي الكونترا انديكيشن طبعا اكيد هيبقى لازم انديكيتد ما طبعا ما مش معقول يعني عيان سكر مثلا هديله يعني حاجه مثلا عشان شعره ما يوقعش لكن هديله انتي دايابيتك طبعا بس لازم الاول ما يكونش كونترا انديكيتد ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه لابد ان يكون الدراج ده سيوتابل للعيان ده تمام بمعنى اخر لازم اكون عامل كومبريهنسيف ايفالويشن للعيان بمعنى مثلا مقرر ادي صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر انهبيتور مثلا لقيت الجي اف ار اقل من 30 ما عادش ينفع مش لانه هو الدواء نيفروتوكسيك لانه هو ده التارجت اورجان بتاعه هو الكدني مثلا تمام يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا اكتب دواء الا لما اكون عامل كومبريهنسيف ايفالويشن للعيان لازم يكون قدام الصوره كلها متكامله تمام يبقى لابد يكون الدرج ده سيوتابل للعيان ولازم ادرس السوشيو ايكونوميك ستاندرد درج غالي والعيان مش هيجيبه او اذا كان اول مره مش هيجيبه المره الثانيه تمام يبقى لازم الاول في حاجات بتحكمني قبل ما اكتب الروشته تمام بعد ما اكتب الروشته الفولو اب بقى لها علاقه بالافيكاسي وممكن يجيب نتيجه ممكن ما يجيبش نتيجه الفارماكوجينيتكس بتفرق من عيان للتاني ممكن يحصل سايد افكت ممكن يحصل انتولرابيلتي للدراج يحصل اي حاجه ده اسمها الفولو اب بقى تمام. لما اجي اكتب علاج انا عندي ثلاث خطوات انيشيشن انا قررت اكتب العلاج تمام بعد ما بكتب العلاج بعمل فولو اب اسمها التايتريشن اوف ذا دوز يعني انا قررت اكتب العلاج انت هايبرتنسيف دراج بكتب بدوز معينه تمام فلقيت عم ما جابش نتيجه فبعمل تايتريشن للدوز اسمها تايتريشن
طب حتى يتريت لحد يوم القيامه يعني لحد وقت معين. يعني مثلا في الدايابيتك بيشنت انا التيتريشن ده 3 شهور، في نهايه ال3 شهور انا بعمل سيلف مونيتورنج وبعمل هيموجلوبين اي وان سي، فبشوف في نهايه ال3 شهور دول هو كنترول ده على الدواء ده ولا لا مع التيتريشن دي. طب مش كنترولد تمام، اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها انتنسيفيكيشن، ان انا اضيف ادويه معاه. وفي حاجه اسمها ايرلي انتنسيفيكيشن، يعني من الاول انا اقرر ان ادي كومباينيشن تمام، زي في الايه في الهاي بلود بريشر ادي من الاول كومباينيشن. يبقى عندي 3 خطوات، انا الكلام ده مش في السكر عشان ما يبقاش الموضوع معقد، ان عندي انيشيشن وعندي تايتريشن وعندي بعد كده انتنسيفيكيشن، 3 خطوات في العلاج تمام. هل ممكن ابدا ايرلي انتنسيفايد ثيرابي؟ وده هنشوفه. ممكن ابدا من الاول، وهنشوف ده له مزايا كبيره جدا، وخصوصا اللي هو فيكس دوز كومباينيشن تمام. نشوف كده مع بعض الانديفيدواليزيشن. اول حاجه انا قررت ابدي اهو، يبقى لازم انت العيان ده اهو ايه اللي يناسبه في الوقت ده اهو تمام، اللي بيناسبه بالنسبه للدواء وبالنسبه للتارجت، انا عايز اوصل لانهي تارجت تمام. ادي اول حاجه الانديفيدواليزيشن. تاني حاجه الكورنر ستون في علاج الدايابيتس البرايورتي تو افويد هايبوغلايسيميا، البرايورتي تو افويد هايبوغلايسيميا. كل ما كان عندي دواء بيبقى له مينيمال ريسك اوف هايبوغلايسيميا انا بعتبره جوكر انا بديه، وخصوصا في الهاي ريسك بيشنت. ايه الناس اللي بتخاف من الهايبوغلايسيميا؟ الالدرلي بيشنت، الناس اللي قاعدين لوحدهم، المالتي ميديكيت، الهيباتيك، الرينال بيشنت، الناس اللي ما عندهمش يعني ريجولار لايف ستايل اراتيك، بيطلع ما بياكل اخر النهار ما بياكلش، مش عارف طول النهار ما ياكلش، ممكن يقعد مره ياكل بدري مره ياكل متاخر، ممكن وجبتين، كل دول ات ريسك تديروا هايبوغلايسيميا تمام. فكل ما كان الدراج ده ريسك هايبوغلايسيميا قليل كل ما مريحني شويه. طبعا اي تايج جلايسيميك كنترول لازم، مش لازم طبعا، مع الادويه القديمه لازم ويت جين، يعني السلفونايل يوريا والانسولين تيزيديز والكلام. فلما يكون عندي دراج برضو ويت نيوترال او ويت ريديوسنج دراج اكيد هذا يريحني تمام. كل دي قرارات انا باخدها. بعد كده الكومن كوز اوف ديث في الدايابيتس هو ايه؟ هو الكارديو فاسكولار كومبليكيشن. يعني اكتر من 2/3 العيانين بيموتوا من الكارديو فاسكولار كومبليكيشن، 13% بس بيموتوا من الميتابوليك لما الهايبوغلايسيميا، الهايبرغلايسيميك هايبر اوزمولار وكيتو اسيدوز. فكل ما كان الدراج ده كارديو فاسكولار نيوترال كويس، لكن الاحسن ان له ياد كارديو فاسكولار بينيفيت زي ما هنشوف تمام. فدي بتحكمني كده وانا باجي ايه اعمل انديفيدواليزيشن للتريتمنت، ده الاوبتيمال ثيرابي. ده الكلام بتاع الاي دي اي، ان احنا في حاجه بيسميها سيلف مونيتورنج، اللي احنا نسميها ايه بقى يا جماعه دلوقتي، احنا بنسميها التايتريشن تمام. انا عايز ايه اتايتريت، عايز اوصل للتارجت تمام، التارجت بتاعي، وانا بحلل السكر في البيت البري برانديال والفاستنج من 80 ل 130. طيب بعد الاكل 180 130 180. طب جيت بعد 3 شهور التارجت بتاعي الهيموجلوبين اي 1 سي كام؟ اقل من 7. ده مش قران، لان في ناس اقل وفي ناس اكتر زي ما هنشوف، بس ده الافرج اللي احنا موضوعنا الانديفيدواليزيشن تمام. ده المفروض ان انا عايز اوصل له، ده اللي احنا بنقوله. هل كل عين زي الثاني؟ ده مكمل للكلام اللي انا بقول معانا المحاضره بتاعتي تمام. في فاكتور بتتحكمني في التارجت، الفاكتور دي فيه موديفاير ونون موديفايبل. بمعنى لو جالي عيان سي مثلا ان هو عنده 80 سنه وعايز اعمل له جلايسيميك كنترول تمام، ولو عملته تايج جلايسيميك كنترول هيدخل في هايبوجلايسيم زي ما اتفقنا، اسيب ايدي بقى شويه ولا لا؟ ما اخليش الهيموجلوبين الانسي عندي 7، ممكن 8، ممكن 8 وشويه تمام. طيب عيان جاله استابليشد كومبليكيشن، هو انا بعمل تايج جلايسيميك كنترول عشان ايه؟ ما هو التايج جلايسيميك كنترول معاه ريسك اوف هايبوجلايسيميا ويت جين وكده، عشان ما يجيلوش كومبليكيشن، هو اوريدي جاي لي بكومبليكيشن تمام. طبعا كوموربيديتي معاه مالجنسي ومعاه سؤن وبتاع وخلاص اللايف اكسبكتنسي بتاعته قصيره، عامل تايج جلايسيميك كنترول ليه؟ عيان مش موتيفيتد، ما بيحللش، ما بيتابعش، ما بيسمعش الكلام، برضه تايج جلايسيميك كنترول مش هينفع. لكن هاخد مثلا عيان سنه صغير وريسنت وما عندوش كومبليكيشن، ما عندوش كوموربيديتي وموتيفيتد وعنده سوشيال كرونيك ستاندر كويسه وريسورسز كويسه ويقدر يشتري، طب ما لازم يكون الجرون سي بتاعه 6.5 أو 6. يبقى مش كل واحد زي التاني، يبقى انا بيحكمني عوامل كتيره جدا، وبيحكمني الدواء نفسه. هل الدواء ده ريسك هايبوغلايسيميا؟ الدواء الويت جين اكتر؟ الدواء ده غالي ولا رخيص؟ في حاجات بتحكمني في المنظومه لها علاقه بالدواء او لها علاقه بالعيان تمام. لكن في الافرج 7، لكن برضه في التيلورنج او في التفصيل الدواء على العيان او في تفصيل التارجت بتاعي، التارجت بيختلف من عيان الى التاني تمام.
دي بقى الحاجات اللي بتحكمني في التارجتنج بتاع الافيكاسي، هل الدواء ده افكتيف ولا لا، الهايبوجلايسيميك ريسك بتاعه قد ايه، الافكت بتاعه على البودي ويت زي ما اتفقنا ان البودي ويت والهايبوجلايسيميا دي مهمه، الكوست، التولرابيلتي بتاع الدواء، الكوموربيديتيز، الادفيرس كومبليكيشن، لايف اكسبكتنسي، وحاجات كتيره قوي بتحكمني في التيلورنج بتاع الدراج. وده اللي بيفرق دكتور من دكتور، يفرق واحد من واحد. في واحد خلاص حافظ اسطمبه كده بيكتبها لكل العيانين، وفي واحد بيبقى معلم زي ما بيقولوا او ترزي او بيعرف يفصل الدواء على عيان مظبوط يعني. رغم كل الجهود اللي اتعملت في التايب 2 دايابيتس والستاديز والادويه والريسورسز والكلام ده، يعني هنلاقي ان في معظم البلاد انكلودنج ايجيبت مش كتير بيوصلوا لايه التارجت. تاني يعني بس المفروض الدكتور رشا كانت تبقى موجوده معانا النهارده، صوت الدكتوراه بتاعتها كانت على ده نيشن وايد سيرفي في مصر كلها على 8 محافظات، وشفنا قد ايه من الايجيبشن بوبوليشن وصلوا التارجت، لقينا 23.7% فقط الايجيبشن بوبوليشن وصلوا التارجت. لو خدنا معاهم بقى بلاد بريشر والبودي ويت والقصه كان 14%، تمام. حتى في امريكا اهو ممكن او 50% ما وصلوش التارجت، تمام. رغم كل ده الموضوع معقد وصعب، داخل فيه بقى فاكتورز كتيره جدا، منها البيشنت فاكتور ومنها الفيزيشن فاكتور منها الهيلث كير سيستم فاكتور. وجدوا ان 50% من عبء الموضوع ان ما بيوصلش التارجت على الدكتور، وعلى 30% على العيان، و20% على الهيلث كير سيستم على بعضه، شكله على بعضه قد ايه. ده يعني اللي بيسموه عندنا الانيرشيا زي ما هنشوف دلوقتي، او ليه ان احنا ما بنوصلش التارجت. يعني من ضمن ما بنوصلش التارجت ان الدكتور نفسه مش متعلم، هو مش عارف التارجت، هو مش عارف نمبر بلاد جلوكوز. طيب يعملوا كده في امتحان، كان عندنا امتحان بكالوريوس مش عارفين نمبر بلاد جلوكوز، هتعلموا ايه ده؟ هيقول العيان ايه ده اذا كان هو فاقد الشيء الايات؟ هو مش عارف اصلا نمبر بلاد جلوكوز ولا عارف السمام العام، فهتقول له ايه يعني الفرق؟ ما فيش يعني. اذا كان هو نفسه مش ادوكيتد، واحنا من ضمن برضه ان يعني الريكومنديشنز اللي طلعنا بيها في الرساله ديت، يو شود اير ادوكيت ذا هيلث كير بروفايدر، اللي بيدي يعني الخدمه الصحيه دي لازم تعلمه. هو هيعلم ايه اذا كانش هو متعلم؟ ما علينا. نيجي للكلينيكال انيرشيا، التراخي او التكاسل او يعني الايه بقى. خلاص في البدايه العيان عنده سكر متحمس وهعمل اي حاجه واللي انت عايزه واكتب لي احسن دواء وانا مش عارف ايه وانا على صغيرين وانا مش عارف ايه وما يهمكش وما مش اي مشكله، ويجي معاه 5-6 و3-4 من البلد والناس كلها موجوده، تمام، والدكتور متحمس وبتاع. تاني زياره خلاص جه هو مثلا واحد، ثالث زياره مقل لوحده، بعد كده يقعد 6 شهور ما يجيش، الدكتور نفسه بيزهق منه، كل يقول كلمني في التليفون كل شويه، بعد شويه يقول خلاص ما هو قرف من الدكتور قرف منه، قرف من بعض. دي اسمها الانيرشيا، التكاسل. المفروض الانيرشيا يعني ايه؟ فيلر تو انيشيت، احنا قلنا عندنا انيشيشن وتايتريشن وانتنسيفيكيشن. فيلر تو انيشيت ان انا ما عملتش انيشيشن صح، او ما عملتش تايتريشن صح، او ما عملتش انتنسيفيكيشن صح، يعني ما وصلش للتارجت بعد 3 شهور، المفترض ان انا اديني فرصه ثانيه، معلش لا والله مش هاخد انسولين، انا بخاف من الشكه، طب والله العظيم انا هظبط نفسي بقى المره دي، اسمع كده. كل ده عباره عن انيرشيا، تكاسل. كل ما انا تكاسلت وخدت وقت طويل او في الكنترول، كل ما بعرض العيان لمين؟ للهزر في الكومبليكيشن، واللي الكومبليكيشن بتحصل في السكر الكارديو فاسكولار اللي بيروح ما بيرجعش خلاص نهائي، اسمها برايمر بريفنشن. اعمل بقى سكند بريفنشن، تيرشر بريفنشن زي ما انت عايز. فالتراخي او التكاسل ده فيلر تو انيشيت او انتنسيفاي التريتمنت، تمام، على حسب التارجت اللي انت عايز توصل له. لازم تحدد التارجت اللي انت عايز توصل له، تمام، وهتوصل له بانهي مانوفر او بانهي دراجز او بانهي طريقه، تمام. اذا انت تراخيت في ده اللي بيسموه ليجاسي افكت، يبقى انت بتعرض العيان للكومبليكيشن. وادي الانرجي 50% الدكاتره، 30% العيان، 20% الهيلث كير سيستم. ده اسباب بقى كتيره قوي ان انا بتراخى، تمام. ومن هنا جت فكره الايرلي انتنسيفايد ثيرابي، ان انا من الاول ابدا بكومباينيشن، مش ابدا بمونو ثيرابي لوحده، تمام. طبعا دي الادويه كلنا عارفين بقى، الانتي دايابيتيك دراج سواء اورال او بارنترال، مش هنخوض فيها كتير قوي عشان وقتنا يعني. فمن ضمنهم طبعا المجموعه المهمه دي بي 4 انهبيتور اللي هنتكلم عليها اكتر، تمام. يجي بقى للاوفرول ابروتش للتايب 2 دايابيتيك بيشنت. اول ما يجي لنا عيان دايابيتيك بيشنت، اول حاجه نعمل ايه يا جماعه؟ بروبر ايفالويشن، لازم ايفالويت العيان، تمام، هيستوري بقى واكزامينشن وفول انفستيجيشنز وكل حاجه،
تمام. الاول لازم فول ايفالويشن. بعد ما ان انا خلاص يعني عملت فول ايفالويشن لازم في حاجه اسمها education of the patient مش موجوده هنا. لازم اعلم العيان اخد وقت شويه. بعد قررت ان انا بقى اعالج قررت ان انا اعالج تمام. اول حاجه اللايف ستايل. من غير لايف ستايل اللي هو ميديكال ثيرابي والاكسرسايز والاديال بوت ريدكشن والسيجارت سموكينج تايب 2 لا يمكن يتظبط لا يمكن تمام. وكل مره باكد على كده مع العيان وسبب الفيلير كتير قوي في التريتمنت اللي هو اللايف ستايل. يعني ايه ما يكونش اللايف ستايل مظبوط. بعد كده بقى اللايف ستايل هدي مونوثيرابي هدي ثيرابي بعد كده تمام. هدي ايه المفترض ان احنا الميتفورم في كلام اتغير بس مش عايزين بس عشان برضو هنا مش كل الناس برضو يعني هاي سبيشاليزد فخلينا في الميتفورمين انليس انه كونترا انديكيت. انا قلت الاول لازم يكون الدواء مش كونترا انديكيت. يعني لو جي اف ار اقل من 30 انا مش هدي ميتفورمين. من 30 ل 45 هعمل هافينج اوف ذا دوز. فوق 45 ممكن ادي الفول دوز. عيان ممكن يحصل جي اي ترابلز ممكن ما يستحملوش. كريتيكال ايل بيشنت عيان مثلا تشايلد سي هيباتيك بيشنت اند سو اون ممكن ما ياخدش تمام. عيان عنده سيفير هارت فيلر بياخد كونتراست. قصه بقى طويله كده مش هندخل فيها. المهم ما يكونش العيان عنده كونترا انديكيشن او انتوليريتد له لان ساعات عيان ناخد الميتفورم ما يستحملوش خالص تمام حتى باللوس دوز بتاعه. فماشي قررنا ندي ميتفورم مع كومبرهنسيف لايف ستايل تمام. في كلام اتغير ان انا ممكن ابدا بنتفرج مع ادويه ثانيه زي ما هنشوف اللي بيسموها الانتنسيف ثيرابي. خلاص هندي متفورمين وهنعمل هنعمل ايه فول اب للعيان تمام. وهحدد التارجت بتاعي. لازم التارجت بتاعي ابقى عارفه من الاول. نقول من 7 ولا اقل ولا اكتر احنا اتفقنا الاول. لازم الديفولايزيشن ده عندنا المحاضره. قررت اوصل التارجت تمام. بفكر او بوصل للتارجت ده بعد قد ايه يا جماعه؟ بعد 3 شهور. ما فيش حاجه اسمها بقى استنى 6 واديني فرصه اكتر عشان خاطري ومعلش اذا كنت مسافر اذا لخبطت المره اذا كان عندي عيد ميلاد. هو خلاص لازم بعد 3 شهور اكون واخد قرار. وصلت التارجت ولا ام دجوت ما وصلتش التارجت تمام. نشوف بقى مع بعض. قبل ما اتكلم في ده كان زمان بقى يقول لك اختار ما بين الادويه المختلفه. اختار ما بين مثلا الدي سي ديز ومثلا السلفونايل يوريا او جلينايدز او دي بي 4 انهبيتور او جي ال بي 1 او الكلام ده. دلوقتي قال لك التيلورينج او الانديفيزيشن انك انت بتشوف العيان ده اللي قدامك ده عنده استابليشد اثيروسكليروتيك كاردوفاسكولار كومبليكيشن. يعني العيان ده عنده كورونري يعني جاله مثلا اكيوت مايوكاردال انفاركشن دخل في انستابل انجينا مركب ستنت مركب مثلا عامل كابج اند سو اون او جاله ستروك سواء سيربرال سواء هيموراجيك ستروك او انفاركشن ستروك او جاله بريفيرال ارتيريال ديزيز. لازم تيفالويت العيان ده الاول تمام. ده فضل لحد 2020 حد 2021 قال لك لا مش استابليشد بس استابليشد انت عايز تعمل ايه؟ عايز تمنع ريكرنس عايز تعمل حاجه اسمها سكند بريفنشن. طب لو هو جالك عيان دايابيتك وهاي ريسك بيش عنده مالتيبل ريسك فاكتورز او حد قالوا برضو لو انت عملت كرون انجيو لقيت كريتيكال نارنج للكورونري او السيريبرا او بريفر اكتر من 50% تمام يبقى العيان ده هو اسمه هاي ريسك بيشنت. الهاي ريسك ده انت عايز تمنع الكومبليكيشن اسمها برايمري بريفنشن. يعني زودوا على ده مش استابليشد كومبليكيشن العيان الات ريسك تو ديفلوب كومبليكيشن. طيب لو العيان من المجموعه ديت هنتصرف ازاي؟ طيب لو من المجموعه اللي عندهم هارت فيلير هنتصرف ازاي؟ او كرونيك كيدني ديزيز. يعني ايه كرونيك كيدني ديزيز؟ يعني انت هتعمل حاجتين الجي اف ار والالبومين كرياتين ريشيو والالبومين اكسكريشن ريت. لو الجي اف ار اقل من 60 وات ايفر الالبومين اكسكريشن ريت هو كام؟ ستيج كام؟ ستيج اي 3 تمام؟ من 60 ل 90 والالمك سكريشن ريت الالمك ريتين ريشيو اكثر من 30 ل 300 او 300 فما اكثر هنتكلم من 60 ل 90 ده 2 وفوق 90 ده كام؟ ده ستيج 1. اقل من 60 من 60 ل 45 ستيج 3 بي ايه ومن 45 ل 30 ستيج 3 بي وبعدين بعد كده من 30 ل 15 4 و 15 ده الاند ستيج. لازم بالاول اعمل ايفالويشن بالكلام ده تمام. مش بس مش الكرياتينين مفيش حاجه اسمها كرياتينين. كرياتين بدخله في معادله اسمها كرياتين بيزد ايكويشن وبطلع الجي اف ار. كرياتينين لوحده ملوش قيمه فلازم اشوف الالبومين اكسكريشن ريت قد ايه والجي اف ار قد ايه وهتشوف العيان ده الكاتيجوري بتاعته كورونيك كيدني ديزيز ولا لا تمام او عنده هارت فيلر ولا لا سواء بقى with preserved ejection fraction او with no ejection fraction دي قصه ثانيه. لازم اشوف الكاتيجوري دي الاول. نركز بقى مع بعض. لقيت العيان اوريدي عنده استابليش اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار كومبليكيشن او من الهاي ريسك زي ما هنشوف تمام. اتصرف ازاي؟
اعمل ايه بقى للعيان؟ هنشوف بقى، هنسال نفسنا سؤال، هل في ادويه معروف ان هي لها بنفيشال افكت اد فاليو او اكسترا فاليو، بتحس انها بتمنع الكومبليكيشن او بتقللها او بتحسن الاوت كم؟ عندنا جي ال بي 1 ريسبتور اجونست، وعندنا الصوديوم جلوكوز ايه كو ترانسبورتر. شوف بقى زودوا اكتر على كده ايه بقى؟ قال لك لو العيان ده، انا بنتكلم هنا في الدراج نايف، طب هنفترض دراج اكسبيرينس، هو جاي لك اوريدي بياخد ادويه، هو اوريدي ماشي على ادويه ولقيته من المجموعه ديت، هقول اكتر بقى كمان هو ماشي على ادويه ومن المجموعه دي وواصل التارجت. يعني هفترض بقى ان جالك عيان اهو هيموجلوبين اي 1 سي بتاعه 6.5 او 7 تمام، وبعدين ماشي على ادويه مثلا ميتفورمين مثلا مع واتيفر مثلا سلفونيلوري، هنفترض انه ماشي كده وكتير وواصل التارجت اهو بس من المجموعه دي، لازم تعمل ايه بقى؟ قدامك اوبشنز، اول حاجه انك انت تضحي بواحد من الادويه دي ولكن السلفونيلوريا وتضيف جي ال بي 1 او تضيف ايه سلام جلوكوز كو ترانسبورتر، تمام؟ ادي اول ايه اوبشن. الاوبشن الثاني تنزل بالتارجت، لو التارجت بتاعك 7 انزل ل 6.5 وضيف واحد من الادويه دي. فما بالكوا بقى لو عيان اصلا دراج نايف، انا بتكلم في الدراج اكسبيرينس واللي وصل التارجت، طبعا لو دراج اكسبيرينس وصل التارجت هضيف طبعا، تمام؟ حتى لو وصل التارجت لازم الادويه دي تتاخد. نشوف نكمل مع بعض اهوت، لو هو الاثروسكلروتيك كومبليكيشن او الاي ان اي ريسك جروب هو البريدومينيت، رتبوهم الجي ال بي 1، بعد كده يجي مين؟ سلام جلوكوز ترانسبورتر. ده ليه بقى؟ طبعا عندي اوبشنز كتيره، ان مش كل دواء الانفيرايزيشن احنا بنتكلم سوت اول بيشنت، يعني الجي ال بي 1 ريسبتور كويس بس مشكلته انجكشن ومشكلته السعر ومشكلته الجي اي تي ترابلز ومشاكل، تمام؟ طب سلام جلوكوز ترانسبورتر مشكلتهم طبعا في التايب 1 اكيد لا، كيتوز برون زي ما احنا بنتكلم، عندنا محاضرات دلوقتي عن كيتوز برون، ده المفروض ما بيتاخدش، الناس اللي عندهم جي اف ار اقل من 30 لهم مشاكل، يعني ما فيش احنا ليه بنقول اختيارات؟ ان ما فيش عيان زي الثاني، تمام؟ ده او ده، جاب نتيجه على واحد تيومر اند جود، ما جابش هضيف الثاني او ان سو اون، بعد كده ما جابش بقى هنشوف دلوقتي ايه الادويه اللي ممكن نديها، ممكن من ضمنها بقى دي دي بي 4 انهبيتورز هتبقى برضه تدخل معانا في الموضوع. طب لو هي الهارت فيلر كورنك كيدني ديز هي البريدومينيت، تمام؟ هنشقلب بقى نشوف نقشب ازاي، هيبقى السودان جلوكوز ترانسبورتر قبل جي ال بي 1، لان هي فعلا لها ايفيدنس 1 ايه في الهارت فيلير، تمام؟ او الكرونيك كيدني ديزيز كنفرو او كارديو بروتكشن او جي ال بي 1، ما جابش نتيجه. طبعا في ادويه ثانيه دي بي 4 انهبيتور زي ستاجلبين زي ما احنا اتكلم دلوقتي، اوكي خلاص. يبقى ده المجموعه دي سواء عند اسكليروتيك او هارت فيلير او كرونيك كيدني ديز، كل ده احنا بنتكلم في التيلورنج في كل عيان غير الثاني، ده عنوان المحاضره، مش كل ده زي مش كل عيانين زي بعضه. وصل التارجت ولاند جود، ما وصلش تارجت هضيف بقى ادويه لحد ما وصل للتارجت. بس لو هارت فيلير احنا مش هندي ديزي ديز، مش هندي الايه البايوجليتازون، بس نبقى عارفين ده مش ضمن اختياراتنا بقى من الاول، برضو من ضمن التيلورنج ده كونترا. احنا قلنا اول حاجه الكونترا انديكيشن، الدراج ما يكونش كونترا انديكيت، تمام؟ طيب مش من المجموعه دي بقى، تمام؟ دي بتمثل 15-20% من العيانين، تمام؟ مش مجموعه دي، يعني ثلاث حاجات بقى هتحكمني، هل المشكله الهايبوغلايسيميا، هل المشكله البودي ويت، هل المشكله الكوست. نشوفهم مع بعض، نشوف مع بعض. عند الادويه اهيت، لو مش المجموعه دي عندنا الادويه اهيت خلاص اوكي. طبعا البيزا الانسولين مش محطوط هنا، المفروض يتحط. لو انا عندي المشكله في الايه الهايبوغلايسيميا، تمام، يبقى مين اللي هيبقى بره الموضوع؟ يعني الهايبوغلايسيميا عند اتريسك او بيجي له هايبوغلايسيميا كتير او اتريسك، هيبقى السلفونيلوريا مش من اختياراتي او البيزا الايه انسولين. الباقيين كلهم كويسين انكلودنج دي بي 4 انهبيتورز والجي ال بي 1 اللي هو انكريتين بيز ثيرابي. التي زي ديز طبعا برضو من الحاجات اللي هي لها مينيمال ريسك اوف هايبوغلايسيميا، تمام. طيب لو المشكله الويت، تمام، احنا بنقسم ادويه السكر لثلاث مجموعات بالنسبه للويت، في ويت جيننج وفي ويت نيوترال وفي ويت ريديوسنج دراج. الويت جيننج التي زي ديز والسلفونيلوريا والانسولين دول بيزودوا الوزن. الويت نيوترال دي دي بي 4 انهبيتور والميتفورمين، اوعى حد يحط كتاب الميتفورمين ضمن البيتفولز كده كويت ريديوسنج دراج. يعني نشوف عيانين كده ما تخين يقول له خد الميتفورمين، انا مش عارف كام اللي جابوه منين، منين سافها؟ واحد صحي من النوم لقاه مثلا، ولا حد حلم بيه، ولا مش عارف الكلام ده، مش ويت ريديوسنج دراج اصلا. الويت ريديوسنج دراج السيستم جلوكوز كو ترانسبورتر والجي ال بي 1، تمام؟ فاذا كنت انا عايز اخسس عيان، اهو انا عندي جول ايه جي ال بي 1 او السيستم جلوكوز، عايز ما عنديش بقى افيلابيلتي اديهم او السايد افكت او الكوست او هيبقى الاوبشن الثاني بعد كده دي بي 4 ايه انهبيتور. طيب
امتى بقى افكر في التيزي ديز والسلفونيليوريا؟ السعر بقى الكوست. يبقى عندي ست حاجات، ثلاثة على الشمال ثلاثة على اليمين. اسال كل ده تيلورينج، كل ده انا بفصل على عيان، تمام؟ هل العيان ده عنده استابليشد كومبليكيشن او ات ريسك او كارديو كورونري كيدني ديزيز او هارت فيلير او من مجموعات الهايبوغلايسيميا او الويت او الكوست، تمام كده؟ كل بقى الكلام بعد كده، كل سلايدز بعد كده نفس الكلام، مش هنطول كتير، تمام؟ هلاقي الدي بي فور انهبيتورز محطوطه بقى في كل المجموعات دي، الجوكر، تمام؟ صحيح ماهيش الفيرست تشويس في الكرونيك كيدني ديزيز، مش الفيرست تشويس في الهارت فيلير، مش الفيرست تشويس في الاستابليش اتروسكلروتيك كومبليكيشن، مش الفيرست تشويس في البرايمري سكند بريفنشن، لكن ستيل اتس بوزيشن لها مكانها. هنفترض زي ما قلت لكم العيان ما جابش نتيجه او كونتر انديكيتد او فيلد او الدرج غالي عليه او 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 هقف ساكت، ده يبقى انا عندي اوبشن ستيل بقى ان انا احطها زي ما هنشوف دلوقتي. والكلام ده مش كلام، كلام الاي دي اي في اي عيان، اي بيشنت بروفايل، ما عدا بس العيانين عندهم هيستوري في كانسر بنكرياتايتس او كده، او كانسر بنكرياس، او ساعات طبعا العيانين بتوع تشايلد سي بتاع الليفر بقى، طبعا ده بره الموضوع كلهم انسولين، لكن هتلاقي الالدر اللي ما ينفع. مش عارف الدكتور ايمن هيتكلم على الديفرنت عشان بس ما نضيعش الوقت، يعني الجوكر كده بتاع الايه الانتي دايابيتيك دراج، وهم اورال كمان دراجز. احنا قلنا 15-20% بس من العيانين هيفول في الكاتيجوري الاولانيه اللي هم الكارديوفاسكولار كومبليكيشن والهارت فيلير كرونيك كيدني ديزيز، لكن 80% هيبقوا بره المجموعه ديت، وهيبقى الدي بي 4 انهبيتور مناسب ليهم. شوفوا قد ايه من العيانين عندهم تايب 2 دايابيتس دايابيتس ميليتس وما عندهمش كرونيك كيدني ديزيز ولا هارت فيلير ولا كارديوفاسكولار كومبليكيشن، 62%. يعني انا قصدي اقول ان العيانين اللي عندهم استابليشد اثيروسكلروتيك كومبليكيشن او هارت فيلر كرونيك كيدني ديزيز دي سيكتور من العيانين، وفي سيكتور تاني ما عندهمش المجموعه دي، تمام. نيجي بقى لموضوع الانتنسيفيكيشن ثيرابي. احنا قلنا ان لابد ان انا ابدا في الاول بالتريتمنت، ما جابش نتيجه بعمل انتنسيفيكيشن تايتريشن بعد كده انتنسيفيكيشن، لكن انا ممكن من الاول ادي كومباينيشن ثيرابي، يعني عشان برضو ما نبقاش الموضوع معقد. كلمه انتنسيفيكيشن ثيرابي يعني من الاول هدي كومباينيشن، ايرلي كومباينيشن من الاول، تمام. ممكن ادي ولها فاليو ان هي بتارجت اكتر من باثوجينيتك ميكانيزم، بدي تو دراجز او ثلاثه دراج بيتارجت اكتر، وفي نفس الوقت بيوصل الجلايسيميك تارجت بتاعي بدري شويه، ده بيقلل الكومبليكيشن. طبعا كل ما قللت الفتره بتاعه الهايبر جلايسيميا كل ما كانت الكومبليكيشنز بتقل عند العيان، تمام. يبقى ده الفاليو اوف ذا ايرلي كومباينيشن ثيرابي. طيب انا قررت ان انا ادي ايرلي كومباينيشن ثيرابي، وكل طبعا انتوا عارفين ان التايب 2 دايابيتس حاجه اسمها اومنيس اوكتيت، 8 حاجات، يعني في 8 ميكانيزمز كده، فلما ادي اكتر من دراج انا باتاك اكتر من ميكانيزم، يبقى بوصل للتارجت بسهوله وفي وقت قصير كمان. طب لما ادي كومباينيشن ثيرابي ادي سيبريت دراجز ولا فيكس دراج كومباينيشن فيكس بير كومباينيشن، يعني ادي التو دراجز في نفس القرص ولا ده قرص ده قرص؟ كل ما كان طبعا ده له دروباكس ودروباكس، بس كل ما ابدي الاثنين في نفس القرص انا بحسن الكومبلاينس والادرنس، العيان بياخد ادويه كتير بقلل حجم الادويه اللي بياخدها، فبالتالي بحسن الادرنس، بس عيبه ان هما تايت مع بعضهم، لما احب اعمل تايتريشن لواحد اتغصب عنها اعمل تايتريشن للتاني، فدي مشكلته، تمام. لكن بيحسن الادرنس والكومبلاينس، بيحسن الادرنس والكومبلاينس بتاعت العيان. وديت برضه ستادي اتعملت لطيفه قوي حبيت اجيبها على قد ايه العيانين حتى ايفن عند الهيموجلوبين اي 1 سي العالي اللي هو 9، شوفوا قد ايه انتنسيفايد نون انتنسيفايد، يعني الغامق ده حتى ما الهيموجلوبين اي 1 سي العالي، حتى اهو انا بتكلم في الايرلي انتنسيفيكيشن، بلاش بقى الايرلي الهيموجلوبين اي 1 سي اهو، حتى تلاقي 44% منهم برضه نون انتنسيفايد، ده تراخي، ده انرشيا، دي مشكله الدكاتره برضه اكتر من مشكله ساعات العيان بيرفض، ساعات ما بياخدش، ساعات ما بيتابعش، اوكي، ساعات الهيلث كير سيستم مش مظبوط، ساعات السوشيال ايكونوميك فاكتور بتدخل في الموضوع، لكن انا لازم افاهم ان انا ادخل اجريسيف من الاول، بس اهم حاجه الهايبوغلايسيمي، يعني العيان ما عرضش للهايبوغلايسيمي، تمام. شوفوا بقى الديليد انتنسيفيكيشن او التراخي، او ان انا اخد العين على وقته على هادي اقعد شهور وسنين على مظبوط. شوف معلش هرجع تاني، نسبه المايكاردال انفاركشن بتدي 67%، الاستروك 51%، الهارت فيلر 64%، نسبه عاليه جدا، تمام، مش نسبه قليله يعني، تمام. البينفيت بقى لما نيجي نتكلم على دي بي 4 انهبيتور سيتاجليبتين مع الميتفورمين ونشوف الكومباينيشن ثيرابي ده، حتى لو بداته بدري الايرلي انتنسيفيكيشن، هل له بينفيت؟ قال له بينفيت.
طبعا في ستاديز كتير اسمها كومبوزيت ستادي، مش عارف هتتكلم عليها ايمن انا حاجه في دي مش هتكلم على دي. تمام. طيب الكومبوزيت ستادي ديت هناخد واحده واحده كده بسرعه. هناخد الكومباينيشن الميتفورمين مع السيتاجليبتين. تمام. هل ده كومباينيشن مفيد؟ يعني مثلا ساعات انا بشوف روشتات بيدي اثنين مثلا دي بي 4 انهبيتور مع بعض، اثنين سلفونيلوريا مع بعض، اثنين مثلا كاثيوم شورت بلوكرز مع بعض. ده بنشوف يعني، مش انا ما انا والله ببقى حزين، لكن انت لما تدي تو دراجز لازم ديفرنت باثوجينيك ميكانيزم. هل السيتاجليبتين ده لما او دي بي 4 انهبيتور لما بيتاخد مع الميتفورمين اد فاليو؟ نشوف مع بعض. هو الميتفورمين بيشتغل ازاي يا جماعه؟ انسولين سنسيتايزر. مينلي على مين؟ مينلي على الليفر. توليس اكستنت على المصل، وفي ناس بتقول ما بيشتغلش على المصل خالص. تمام. لكن اللي بيشتغل كانسيتايزر على الثلاثه اورجان اديبوس تيشو والمصل والليفر هو تيزي ديز. هو تيزي ديز اللي هو البايوجلوتازون ده بيشتغل مينلي على الليفر. طب بيزود الجي ال بي 1 سكريشن؟ بيزوده من التيرمينال ايليا. تمام. يبقى بيحسن انسولين سنسيتيفيتي وبيزود جي ال بي 1. طيب الدي بي 4 انهبيتور زي استجابتهم بيشتغل ازاي؟ بيمنع البريك داون بتاعه فبيعلي الجي ال بي 1. تمام. طب ما الجي ال بي 1 ده لما بيعلى جلوكوز ايه اللي هو جلوكوز لايك بيبتايد ده بيعمل ايه؟ ده بيزود الانسولين سكريشن ان جلوكوز ديبندنت مانر. وده الفرق بينه وبين السلفونيلوريا. الاثنين بيشتغلوا على البيتا سيل، لكن السلفونيلوريا بتزود الانسولين وات ايفر بلاك جلوكوز ليفل مي بي. يعني لو سكر 80 هينزلوا 40، 40 هينزلوا 20. انما الجي ال بي الكريتين بيز جي ال بي 1 او دي بي 4 انهبيتور سيتاجليبتين، اول ما السكر بيقل هو نورمالي البنكرياس يبطل يطلع انسولين لما السكر يقل عن 80. ده الشخص الطبيعي هو بيعمل كده برضه. ده مش بس كده بقى، بيساعد النيوجينيسيس بتاع البيتا سيل وبيقلل الابوبتوزس. انتوا عارفين مشكله البيتا تايب دايابيتس بروجريسيف بيتا سيل فيلير، بروجريسيف بيتا سيل فيلير. ده هو بيحسن البيتا سيل. اللي اهم من كده بيشتغل على الجلوكاجون، بيقلل الجلوكاجون. تمام. يعني الجلوكاجون مشكلته في السكر مشكله كبيره جدا، ان هو عندما يكون ضغط سكره عالي الجلوكاجون يعلى، ولما يكون السكر قليل فالجلوكاجون يقل برضه. لان يعني هو مش كاونتر هرمون، ما بيشتغلش بقى خلاص كانه زي الانسولين بالظبط. يبقى بالتالي بيحسن الالفا سيل. تمام. وده اللي بيديله ديورابيليتي، بيخليه ممكن استخدمه سنين طويله. لكن السلفونيلوريا مشكلتها انها بتعصر البيتا سيل، فالفيلير بتاعها عالي. يعني بعد خمس سنين معظم الناس ياخدوا السلفونيلوريا ما عادش بيستجيبوا ليه. انما ده فبيزود الايه الانسولين سكريشن ان جلوكوز ديبندنت مانر. الحاجه اللي بعد كده بيقلل الايه جلوكاجون سكريشن. يبقى بالتالي لو خدت بقى كومبلمنتري افكت، يعني الاثنين بيقللوا هبات الجلوكوز برودكشن. طيب السلفونيلور الميتفورمين عن طريق ايه؟ انسولين سنسيتايز، والثاني عن طريق انه بيزود الايه الانسولين سكريشن فبيقلل هبات الجلوكوز برودكشن. الاثنين بيزودوا الجي ال بي 1، واحد عن طريق ان هو بيقلل ديجريديشن، الثاني عن طريق بيزود الايه فورميشن اند سو اون. يعني انا قصدي ان الكومباينيشن ده از فيري سيتر. عشان كده هتلاقوا دراجز كتيره في دي بي 4 انهبيتور ميتفورمين في سنجل بيل، يعني مش جت صدفه يعني. المهم طبعا ده في بقى كلينيكال افكتس اتعملت على القصه دي على الكومباينيشن اسمها كومبوزيت ام. عملوا ايه بسرعه كده؟ يعني جابوا مجموعه ادوها ميتفورم مع بلاسيبو، وميتفورم بلاسيبو يعني دواء كده يعني شويه بودره يعني، وميتفورم مع ايه سيتاجليبتين. وشافوا الفرق بين الناس اللي بياخدوا كومباينيشن ثيرابي اللي بياخدوا مونو ثيرابي زي الميتفورمين بس. بسرعه كده اهو الكيرف التحتاني ده، لقوا ان الريسبونس للهيموجلوبين اي 1 سي ريدكشن اكتر في الكومباينيشن ثيرابي. مع ده طبيعي على فكره بشكل واضح، يعني حتى ما ايفر ذا بيزل هيموجلوبين اي 1 سي مي بي، هنلاقوا الكومباينيشن ثيرابي اللي هو خد برتقاني بيعمل سيجنيفيكانت ريدكشن من الجلوبين اي 1 سي على الاخضر اللي هو المونو ثيرابي. تمام. برضو ده نفس الكلام اهو، تاثيره على البودي ويت مفيش فرق بينهم. ليه مفيش فرق؟ لان لا ده ويت ريديوسنج دراج ولا ده ويت ريديوسنج دراج، حتى الكومباينيشن هو ويت نيوترال. مش هتفرق بقى الميتفورمين لوحده الميتفورمين مع السيتاجليبت، ما فرقتش كتير. طب الادفيرس افكت هو ايه؟ مشكله الكومباينيشن ثيرابي السعر والايه والادفيرس افكت. تمام. لا الادفيرس افكت ما كانش ايه، ما كانش فيها مشكله اهو. تمام. وده الثمن بتاعها جريتر ريدكشن، مفيش تشينج في البودي ويت ومفيش كومبارابل سايد افكت. تمام. طب لما قارنوها مع مجموعه زي دي الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر زي دابا جليفلوزين. تمام. جابوا مجموعه بتاخد دابا جليفلوزين ومجموعه بتاخد سيتاجليبتين، والاثنين بدهم ميتفورم. نشوف المقارنه بقى بينهم، المجموعه دي والمجموعه دي. خدوا بالكم بقى هنقارن السيفتي والافكسي. تمام. هنشوف مع بعض. طبعا بيعملوا تايتريشن للدوز بتاع الدابا لحد من 5 لحد 10،
تمام، والميتفورمين ثبت الدوز بتاعته اصلا متاسف تجربتنا على 100 مللي جرام، يعني المجموعه اللي بتاخد دابا بدات بخمسه وعملت ريشن لحد 10، والمجموعه اللي بتاخد 6 جليبتين ثبتت على 100. نشوفوا بقى قارنوا بايه المجموعه دي المجموعه دي. البرسنت ريدكشن هيموجلوبين اي 1 سي كان هيموجلوبين سي اكتر في المجموعه اللي هي بتاخد سيتا من بتاخد الدابا الفلوزين، تمام. لما جينا نقارنها الاثنين دول برضو بالبرسنت عدد العيانين اللي وصلوا الجول بتاع هيموجلوبين اي 1 سي برضو اللي بياخدوا سيتا كان اكتر من الدابا. طيب لما نيجي للبودي ويت، طبعا لا البودي ويت طبعا احنا قلنا ايه بقى من شويه، الدابا الفلوزين واحد من الصوديوم جلوكوز كوترانسبورتر انهيبيتور، تمام، وهو ده مصنف مع ويت ريديوسنج دراج الاخضر اهو طبعا بالمقارنه بالسيتا جليبتين طبعا لا خسوا عشان برضو ايه لا بنعرف النتائج بمنتهى الامانه، تمام. طب البلاب بريشر طبعا اللي بياخدوا الاخضر دول اكتر من التانيين. طيب لما نيجي للسايد افكت ما كانش فيه فروق في السايد افكت اكسبت يورينري تراكت انفكشن وجينيتال تراكت انفكشن كان اكتر في الناس اللي بياخدوا ايه اللي بياخدوا دابج الفلوزين. في النهايه ان الافكت بتاع السيتا اكتر منه، لكن كبلاب بريشر كويت ريديوسنج دراج واحنا اتفقنا او العين عنده كارديو واسكر كومبليكيشن هيبقى الترتيب الاول الصوديوم جلوكوز كوترانسبورتر انليس ان هو كونتر انديكيتد جي اف ار بتاعه، تمام. ده المقارنه بين تو دراجز دول. طب نيجي بقى المجموعه كدراج كده قصه الانسولين، مش هدخل في تفاصيل قوي عشان ما اعدلكوش الموضوع. الفكره ايه، جابوا مجموعه بتاخد سيتا جليبتين، تمام، طبعا يعني بلاس متفورمين بلاس ماينس، ومجموعه ما بتاخدش، والاثنين بداوا محتاجين انسولين. بدا احنا الانسولين هنتكلم في ايه بقى، انيشيشن تايتريشن انتنسيفيكيشن، تمام. شافوا مجموعه لما بيدوا انسولين مع سيتا ومجموعه ما بتاخدش ايه انسولين لوحدها من غير ده، تمام. كان الغرض يشوفوا ايه قد ايه الفرق بين الهيموجلوبين اي 1 سي ريدكشن والدوز بتاع الانسولين هنا وهنا والهايبوجلايسيميا، لان مشكله الانسولين كانت الهايبوجلايسيميا. نفكر كده مع بعض، لو انا عيان بياخد انسولين ومع سيتا جليبتين وعيان انسولين ما بياخدش سيتا جليبتين او بياخد دي بي 4 انهبيتور، متوقعين اللي بياخد دي بي 4 انهبيتور الدوز اوف انسولين هتبقى اقل ولا لا؟ هتبقى اقل، لانه بيعمل ريجنريشن للبيتا سيل وبيزود الانسولين، تمام. انما ديك هياخد انسولين، يعني مثلا لو ده بياخد 40 وحده ده ممكن ياخد 60 وحده. لكن النقطه بقى المهمه، عشان كده لما يكون عيان حتى انسولين اكسبيرنس وانا هضيف مع دي بي 4 انهبيتور لازم اعمل ايه في الدوز اوف انسولين، اقللها سبيشالي لو العيان كان ويل كنترول. وده اللي وجدوه مع الكومباينيشن ثيرابي ده، عشان ما نضيعش وقت. الاحمر اهو اللي هو كان بياخد سيتا جليبتين مع انسولين، الهيموجلوبين اي 1 سي ريدكشن والبرسنت اوف ذا بيشنت وصلوا التارجت والفاستنج بلاد جلوكوز كان اقل، تمام، مع دوز اقل من الانسولين مع لو ريسك اوف هايبوجلايسيميا، اللي هم اللي واخدين الازرق الاحمر دول لو ريسك اوف هايبوجلايسيميا اقل، يعني بدوز اقل بهايبوجلايسيميك ريسك اقل، تمام. تمام، وده السمري بتاع الاستادي دي، تمام. الاوبتيوم احنا قلناه من شويه مش هنعيده تاني، برضه الانديفيدواليزيشن، تمام. طيب لما نقارنها بقى مع السلفونايل، احنا قارناها خدنا مع الانسولين خدنا مع الدابا وهنشوفها مع السلفونايل يوريا. السلفونايل يوريا بتزود الانسولين بايه بقى؟ بجلوكوز اندبندنت مانر، وبتشتغل على حاجه اسمها السلفونايل ريسبتور بوتاسيوم شانلز اللي الدكتور فريد كان اتكلم عليها بالتفصيل، تمام، وبتعصر البنكرياس وات ايفر. فعشان كده بتعمل هايبوجلايسيميا اكتر، بتعمل ويت جين اكتر، الديورابيلتي بتاعتها الفيلير بتاعتها عاليه جدا، انما مش مكمله معايا فترات طويله، يعني كتير بياخدوا سلفونايل بعد فتره ما بياخدوهاش. هو ده الاستادي اللي فرق بين ده وبين ده، اللي هو الهايبوجلايسيميا طبعا اكيد كانت اقل في الناس اللي بتاخدوا سيتا جليبتين، وكنا قلنا السبب بتاعتها، تمام. برضو اوكي ده برضو الايه الاول كوز مورتاليتي قلت، تمام. لما نيجي برضو نشوف الفرق بين الاثنين في الاسف هايبوجلايسيميا اقل في فرق، هو طبعا هايبوجلايسيميا اقل. الديورابيلتي بقى مين اللي كمل معايا للنهايه اكتر، تمام، بعد 52 اسبوع برضو اللي بياخدوا سيتا جليبتين، يعني الفيلير بتاعها قليل قوي او الفيلير اكتر اقل كتير من السلفونايل يوريا. برضو مع قارنوهم مع البايوجليتازون مع السلفونايل يوريا، هنيجي هنا اهو بعد وقت اهو هلاقي اللي مكمل معايا هم مين اللي بياخدهم سيتا جليبتين، بعد كده السلفونايل يوريا بتبوظ الاكشن بتاعها بيبوظ، يعني الديورابيلتي بتاعتها تمام. الاوبتيمال موديل برضو تاني هنقوله اهو الكارديو فاسكولار ده ايه الاول كوز مورتاليتي برضو هتقل، يعني نيجي للتيكوس ستادي. التيكوس ستادي بسرعه كده، احنا قلنا الكومن سكوز بتاعت في اي دايبيتك مش هو مين الكارديو فاسكولار كومبليكيشن، خلاص. عشان كده الاي دي اي قالت
ان اي دراج هيبقى ياخد ابروفال كانتي دايابيتك دراج لازم يقدم كارديو فاسكولار نيوترال الاول، يقول ان هو ملوش مشكله على الكارديو فاسكولار. اذا قدم بنفيت اوكي. فالتيكوس ستادي اتعملت عشان يشوفوا الكارديو فاسكولار سيفتي والاوتكم في الناس اللي بياخدوا سيتاجليبتين، لقوا ان مفيش اي فرق اهوت في الكومبوزيت اند بوينت في الاول مورتاليتي او الكارديو فاسكولار مورتاليتي او المايكاردال انفاركشن او الستروك اللي هو الميز، مفيش اي فروق. يعني هو مش بيقدم بنفيت زياده، لكن هو ما هو فيري سيف على الكاردياك بيشن، مش بيقدم زي الجي ال بي 1 او زي الايه زي السودان جلوكوز، لكن هو سيف في الكاردياك بيشنت وسيف في ده. ده السيلكتيفيتي. بالنسبه للسيتاجليبتين، ففي لما نيجي نفولو اب العيان اف دي ابروفد مش محتاج ليفر مونيتورنج، لكن لو هو تشايلد سي ما بيتاخدش تمام، هبير هاي سيلكتيف وانس بيتاخد وانس ديلي. نيجي للرينال بيشنت. الرينال بيشنت وات ايفر هو بياخد، بس حسب الايه. لو هو جي اف ار فوق 60 هندي 100 ملغ، من 30 ل 60 هندي 50، اقل من 30 50 يوم بعد يوم او 25 تمام كده. تشايلد اي او بي بيتاخد، تشايلد سي ما بيتاخدش تمام. ده برضه في الالدرلي بيشنت مفيش اي مشكله فيه، برضه من الريسك بيشنت تمام. مش عارف الدكتور ايمن هيتكلم عليه ولا لا. ده في الالدرلي بيشنت ما عنديش اي مشكله، واللي عايش لوحده ما فيش اي يعني ممكن تاخد فيه عادي. في البولد اناليسيس بقى يتعمل على ستادز على ناس كتيره اكتر من 14000 عيان، السايد افكت بتاعته قليله. ساعات بيعمل جي اي تي ترابل، ساعات بيعمل بنكرياتايتس، ساعات بيعمل ان جي اي دي، ما ساعات بيعمل، لكن يعني فيري فيري رير كومبليكيشن. يعني تقريبا هو فيري سيف دراج، مفيش اي مشاكل فيه، حتى البون فراكشر فيه. الاي دي بتقول لو عندك عيان عنده ريسك اوف هايبوغلايسيميا دي بيفور انهبيتور، لو عيان الويت الكونستنت البودي ويت مفيش مشكله، عيان الدر عنده الهايبوغلايسيميا، عيان هيباتيك بس شايل اي او بي، عيان رينا في موديفيكيشن للدوز، مفيش اي مشكله في المجموعه دي من الدراج. التيك هوم مسج احنا اتفقنا الهوليستيك ابروتش مهم، الانديفاليزيشن زي احنا اتفقنا بالتارجت او الانديفاليزيشن بالنسبه للتايب اوف ذا دراج برده مهم، وبرده سيتاجليبتين سيوتابل زي ما الدكتور ايمن هيكمل بقى معايا لكل ممبرز اوف ذا فاميلي. معلش انا تعبتكم، شكرا.